بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 16. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة 16 من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد الفراغ من باب الوضوء: باب المسح على الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإتيان بباب المسح على الخفين بعد الوضوء هذا في غاية الأهمية، لأن مسح الخفين يتعلق بالوضوء، لأنه يكفي عن غسل الرجلين، فلذلك أورده بعده. نعم. وعن جرير أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا انتقل وضوءه بأحد النواقض الثمانية، ومنها التبول، وأراد أن يصلي، فإنه لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ، هذا من شروط صحة الصلاة. ولذلك جرير رضي الله عنه لما بال توضأ ومسح على خفيه، هذا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين، وهذا رخصة من الله سبحانه وتعالى سهل بها على عباده، لأن نزع الخفين في الوضوء من أجل غسل الرجلين يشق، فلذلك الله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم المسح على الخفين بدل غسل الرجلين، وهو رخصة من الله سبحانه وتعالى وتسهيل على عباده وتيسير، فلله الحمد والمنة. نعم. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. نعم، جرير قال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي رحمه الله من أئمة التابعين، كان يعجبهم، يعني يعجب العلماء هذا الحديث، لأن إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول سورة المائدة، لأن الوضوء جاء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. فهذا فيه رد على الذين يزعمون أنه لم يذكر مسح الخفين في سورة المائدة، وأن الله أمر بغسل الرجلين، لأن إسلام جرير بعد نزول سورة المائدة، وفيه أنه مسح على الخفين، وأنه ذكر أن ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار، والموق هو الجرموق. قال الجوهري: هو مثل الخف يلبس فوقهما،
لا سيما في البلد الباردة. نعم، وهذا الحديث فيه أن المسح على الموقعين وهما نوعان مما يلبس على الرجلين مثل الخفين، وفي نزعهما مشقة على المسلم، فالله جل وعلا شرع المسح عليهما، فهذا الصحابي مسح عليهما وأسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقعه. نعم، يمسح على عمامته وموقعه، هذا في زيادة، المسح على العمامة للرجل، العمامة للرجل والخمار للمرأة، فالعمامة لا بد أن تكون مثبتة على الرأس بأن يدار منها دور أو أكثر تحت الحنك حتى تكون ثابتة، أما العمامة الصماء التي لا تدار فهذه تسمى العصابة ولا يمسح عليها، هذا فيه المسح على العمامة بهذا الشرط، تكون مثبتة بأن يدار منها تحت الحنك دور أو دوران حتى تثبت على الرأس ويشق نقضها. نعم. وعن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. مسح على الجوربين والنعلين، إذا كان الجوربان ساتران للرجل بمعنى أنهم ضافيان على الرجل وصفيقان بحيث لا يرى الجلد من ورائهما ما يكون شفافا، فإنه يمسح على الجورب لأنه يقوم مقام الخف وفي نزعه مشقة. نعم. ولمسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. نعم، مسح الرأس له ثلاث صفات، إذا لم يكن عليه عمامة فإنه يمسحه مباشرة بأن يضع يديه على شعر رأسه ويمسحه، هذه صفة. الصفة الثانية إذا كان عليه عمامة ساترة لجميعه فإنه يكتفي بمسح العمامة، يكتفي بمسح العمامة عن مسح رأسه ويمسح عليها كاملة. والصفة الثالثة إذا كانت العمامة غير ضافية على جميع الرأس، هي مثبتة ولكنها لا تضفي على جميع الرأس بمعنى أنه يظهر بعض شعر الرأس، فإنه يمسح على ما ظهر من رأسه ويكمل على العمامة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسح على الرأس، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم. وعن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. مسح على الخفين والخمار، يعني ما يكون على رأس الرجل من ما يثبت عليه من العمامة أو ما يشابه العمامة من غطاء الرأس الذي يثبت عليه ويشق نزعه. نعم. والخمار مأخوذ من التخمير وهو التغطية. نعم. وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. نعم، هذا في بيان مدة المسح على الخفين، أنه للمقيم يوم وليلة 24 ساعة وللمسافر 3 أيام بلياليها، هذه مدة المسح، وبعدها يخلع ولا يجوز له المسح بعد تمام المدة للمقيم وللمسافر.
نعم. وعن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ومن ذلك أن الرسول توضأ وكان المغيرة يعينه في وضوئه، فلما توضأ ولم يبقى إلا الرجلين وكان عليهما خفاف فأهوى المغيرة رضي الله عنه، يعني بمعنى أنه انحنى، أهوى يعني انحنى ليخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يعني لا تنزعهما، ثم قال فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا هو المقصود من الحديث، أنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فإن غسل رجلا وأدخلها ثم غسل الثانية وأدخلها لم يمسح عليه، لأن طهارته لم تكمل عند لبسهما. نعم. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. هذا كما سبق فيه بيان مدة المسح على الخفين، وأنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، لأن المسافر بحاجة إلى التسهيل والرخصة فزيد في المدة بالنسبة له. نعم. وعن المغيرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. هذا فيه بيان ما يمسح من الخفين، وأنه لا يمسح الخف يعني بجميع على جميع الخف من جانبيه ومن بطنه، وإنما يكتفى بمسح ظاهره أعلاه، يعني بمسح ظاهره يعني أعلاه من الأصابع إلى الساق، يمر يديه مبلولتين على الخفين من الأصابع إلى الساق ويكفي هذا والحمد لله، ولا يمسح على الجانبين ولا على باطن الخف. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلاه. نعم. صلى الله عليكم. هذا هو الحديث الأخير معنا، حديث علي. وقال علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. نعم، هذا فيه أن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالشرع، يتوقف على الشرع والأدلة من الكتاب والسنة، وأن الإنسان لا يأتي بعبادة من قبل رأيه واستحسانه، وإنما هذا يتبع الدليل من الكتاب والسنة. نعم، الرأي يستعمل للاستنباط من الأدلة وهو ما يسمى بالفقه، وهذا الفقه إذا وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وإن خالف الكتاب والسنة فهو مردود. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.